أهلا بكم في النشرة الاقتصادية. قال رئيس جمعية البنوك الأردنية الدكتور باسم السالم لرؤيا إن مبادرة الجمعية والبنوك المحلية التي أعلنت عنها أمس بدفع بدل رفع المحروقات لموظفيها هي مبادرة واقعية تم البدء بالعمل بها فورا، وقد جاءت هذه المبادرة بهدف توفير مردود مالي للخزينة والتخفيف عنها والمساهمة بمعالجة جزء من الأعباء المالية التي تعاني منها الموازنة. وبين السالم أنه لم يتم بعد معرفة أعداد الموظفين المستفيدين وحجم المبالغ المالية التي ستتحملها البنوك نتيجة لذلك، وهذا يتطلب إجراء دراسات وإحصائيات قبل كل بنك لمعرفة أعداد الموظفين المستفيدين وقيمة الدعم النقدي الموجه لهم. ودعا القطاع الخاص بجميع فئاته أن يتخذوا خطوات حقيقية تساهم في معالجة الوضع الاقتصادي وتخفيف العبء عن الموازنة. على غرار مبادرة جمعية البنوك، قرر مجلس إدارة جمعية الصرافين أن تتحمل شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية بدلا من الحكومة قيمة الدعم النقدي للمحروقات لموظفيها المستحقين. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف نقيب الصرافين الأردنيين علاء الدين ديرانية. مساء الخير سيد علاء. مساء الخير، كيف حالك؟ طبعا نفخر بمثل هذه الخطوة من قبل جمعية البنوك ومن قبلكم. طبعا عدد الشركات الصرافة في الأردن كبير نوعا ما، كيف تم الاتفاق معها جميعا وهل دخل الاتفاق حيز التنفيذ؟ ستي، أول شيء الله يعطيك العافية ومساء الخير. نحن كجمعية صرافين عقدنا اجتماع السبت الماضي، مو هذا يعني قبل 8 أيام، يعني كنا صباقين للموضوع هذا وخلينا أن نعنوا الأسبوع هذا. طبيعي عدد شركات صرافة 140 شركة، نعم. عدد الفروع بحدود 100 فرع لكافة مناطق المملكة. وتم الاتفاق مع جميع هذه الشركات؟ ستي، نحن كجمعية صرافين عدد أعضائنا 7 أعضاء بمثل كافة الشركات. نحن عدد الشركات كم هو عدد الشركات؟ 140 شركة، نعم. الجمعية هي سبعة أصحاب شركات، هي جمعية منتخبة من 140 شخص، نعم. طبيعي حايزين على ثقتهم وحايزين على محبتهم وبيثقوا برأينا وبيثقوا بمعرفتنا، نعم. بشان هيك نحن القرار هذا اللي أخذناه كان قرار بدون تردد طبيعي، وهذا واجب وطني، نعم. وقومي ولازم نقوم فيه، نعم. ولهذا القرار دخل حيز التنفيذ؟ عشان أكون صريح معك، يعني نحن كشركات كشركات خاصة، هلا نحن اللي حكينا كأعضاء الجمعية، نعم، كلياتنا سوينا كشوفات وكل واحد اللي عليك في طريقة الدفع التي تقوم فيها وزارة المالية نحن عم نقوم فيها بنفس الطريقة، نعم. بدي أنوه بس شغلة صغيرة، هو نحن كشركات صرافة لها دور إنساني ولها دور اجتماعي ولها دور اقتصادي من أكيد زمان. يعني إن كان في دعم أو ما في دعم نحن داعمين دائما موظفينا وداعمين المجتمع المحلي. نعم، بدي أسألك سيد علاء، كم هو المبلغ المتوقع أن تتحمله شركات الصرافة؟ كل واحدة حسب مبلغها، كل واحدة حسب عدد العاملين لديها. نعم، يعني حوالي عدد العاملين في شركات الصرافة؟ والله بحدود 3000 موظف. نعم نعم نعم، بحدود 3000 موظف. نعم، بالنهاية بحب أستغل وجودك معنا وأسألك عن موضوع الدولار، هل هو متوفر في السوق أم أن الإشاعة حول عدم توفره صحيحة؟ على الدولار دينار، نعم. الدولار ستي نحن كجمعية صرافين وكبنوك محلية وكبنك مركزي هو الداعم الرئيسي لنا وهو مظلتنا مثل ما بقول دائما، أي كمية عم تنطلب غطيناها دون أي تردد وبالسعر المناسب. يعني لما يكون ب 71.05 بظن انه هذا احسن سعر في هالمراحل هذه. نعم، متوفر للدولار، هو متوفر باي وقت متوفر، نعم. انا حكيتها عند حضرتك قبل هالمره بالاجتماع، نعم. كنا في لقاء، نعم. وقلت لك انه باي وقت دون اي تردد اي واحد بده اي كميه نحن بخدمته. نعم، كل الشكر لك السيد علاء الدين ديرانية نقيب الصرافين على هذا الحديث. والآن إليكم تقرير يوضح آلية الحصول على الدعم النقدي التي أقرته الحكومة والذي بدأ العمل به خلال هذا الأسبوع. هي ليست مظاهرة ولا هو اعتصام، هي جموع من المواطنين سمعت بقرار الدعم المالي المباشر حتى تهافتوا على مراكز البريد الأردني. كاميرا رؤية جالت على عدة مراكز للبريد
للتعرف على دورها وآلية تقديم الطلبات. فبعد لقائنا عددا من الموظفين توصلنا إلى الخطوات المتسلسلة التي ينبغي على المواطن اتباعها للحصول على الدعم المالي. يتم حضور المواطن إلى مكتب البريد للحصول على طلب دعم المحروقات، هو عبارة عن نموذج يقدم من خلال المكاتب البريدية، يتم تعبئته من قبل المواطن ومن ثم إعادته إلى مكتب البريد ليتم سوقه إلى وزارة المالية حسب الأصول لاستكمال إجراءات الصرف من خلال بنوك فروع بنوك الإسكان. من جهة أخرى تفاوتت آراء المواطنين حول سهولة أو صعوبة الإجراءات، ولكنهم أجمعوا على رأي واحد وهو الزحام الشديد. كان في زحام، يعني زحام لا يقبلوا عقل أنه إحنا بدناش نعمل طوابير قدام البريد. يعني كانت سريعة وخمس دقائق، يعني ما أخذ معنا وقت كتير. مليان كان قبل شوي كان مليان فوق بعض، من اللي بدها طلبين واللي بدها طلبة واحد واللي بدها ثلاث. 110,000 طلب في غضون 3 أيام، رقم كبير قابل للزيادة بكل تأكيد. فهل تستطيع هذه المراكز تحمل الأعداد الكبيرة من الطلبات وإنجازها بدون تأخير؟ غيث زايتر، قناة رؤية. شهدت أسعار الخضار تفاوتاً خلال 3 شهور الماضية، وفي مقارنة سريعة لأسعار بعض أصناف الخضار أظهرت نتائج دراستنا في بعض مناطق العاصمة عمان انخفاض سعر كيلو الخيار حوالي 70% من شهر أيلول حتى اليوم. البندورة تراوح سعرها خلال 3 شهور الماضية بين 35 قرشاً إلى 45 قرش، وسعرها اليوم وصل إلى 35 قرش، مسجلة بذلك انخفاضاً بنسبة 30%. أما الليمون فقد سجل ارتفاعاً من شهر أيلول حتى اليوم بنسبة 30%. رجح وزير الصناعة والتجارة ووزير الاتصالات الدكتور حاتم الحلواني إقرار قانوني الاستثمار وحماية المستهلك بعد مناقشتهما من قبل مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني. مساء الخير دكتور خالد. أهلا فيك دكتور. لطالما سمعنا عن قانون الاستثمار ويبدو أن الموضوع أخيرا سيرى النور، حدثنا عن رأيك حول هذا الموضوع. يعني لا شك أنه هذه الخطوة الإيجابية من قبل الحكومة هي في محل هذا الأيام، لأنه إحنا لا نريد أن نركز على ما حدث من رفع الدعم وخلافه وننسى الشأن الاقتصادي العام. موضوع قانون تشجيع الاستثمار الجديد هو موضوع هام لتحريك عجلة الاقتصاد، وخاصة أنه نريد أن نبدأ العام القادم بمثل هذه القوانين التي بالضرورة عندما تقرر مجلس النواب تشير إلى أن الأردن جاد في جذب الاستثمارات وهناك فوائد كبيرة في المنطقة وخارجها. وأتمنى حقيقة أن يقر هذا القانون وأن يكون قد درس بكافة قضايا، خاصة أنه احنا نشكو من مشكلة عدم وجود مرجعية واحدة صحيح للاستثمار في الأردن. نعم ونحن أيضا نتمنى هذا. شكرا جزيلا لك الدكتور خالد الوزني الخبير الاقتصادي. وبهذا أعزائي نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، نشكركم على حسن المتابعة.